أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يستقبلان وفدا من وزارة الشباب والرياضة. يضم هذا الوفد الشباب المشاركين في برنامج ملتقى القيادات الإعلامية الشبابية للإطلاع على آليات إعداد رجل الشرطة ومنظومة الإعلام. بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمساهمة في تبادل الخبرات بين الشباب في دول العالم، وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، استقبلت أكاديمية الشرطة الشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، والذين يمثلون عدداً من دول العالم إضافة إلى مصر، لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجال الشرطة. بيشارك معانا طلاب كلية إعلام الجامعات المصرية والجامعات العربية وكمان الجامعات العالمية. النهاردة مشارك معانا دول أجنبية كتير جدا. الرسالة والهدف الأسمى لتلك الزيارة هي إرسال صورة أكاديمية الشرطة إلى مختلف دول العالم من شباب الإعلام بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ووزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة. الولاد كلهم كان عندهم صورة ذهنية عن الأكاديمية من خلال اللي بيشوفوه في التلفزيون وفي الإعلام. النهاردة هم كانوا فخورين جدا إن هم في نفس المكان اللي موجودين فيه، اللي كانوا بيشوفوا الحاجات دي فيه في التلفزيون. هؤلاء الشباب شاهدوا من خلال فيلم تسجيلي ما تملكه الأكاديمية من إمكانات ومرافق تدريبية وتعليمية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية. اسمحوا لي أن أعبر عن خالص الشكر لهذه الأكاديمية الشرطية، وقد حصلت على عديد وكثير من المعلومات لهذه الأكاديمية. تفاجأت جدا بالجاهزية العالية والدقة الحديثة اللي موجودة هنا في الأكاديمية، وأتمنى أن الوطن العربي يكون في هذا المستوى. أشعر بسعادة غامرة أني أنا حضرت اليوم واستفدت الكثير من هذا الصرح العظيم الذي أقيم في هذه الأكاديمية. كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الإعلام الأمني في التواصل مع المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي، وترجمة واقعية لهذه الندوة التي تؤكد ما تتمتع به وزارة الداخلية من قدرات إعلامية كبيرة. قام الشباب بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع على التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام، وبث رسائل مقروءة ومسموعة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها. شفنا قد إيه بيتم استخدام آليات متطورة جدا علشان تسهل من وصول المعلومة للجمهور، فكان الموضوع مميز لينا جدا. وزارة الداخلية إن هي بتهتم جدا بإصدار البيانات موثقة بالصور عشان إن هي تكون فيها كمية مصداقية كبيرة جدا للجمهور. دي أنتوا بتتابعوا كافة الأخبار وإزاي بتقدروا تتحققوا من الأخبار وتردوا لو في أي شائعات، وبيكون الموضوع ده كله بيكون بسرعة عاجلة. أثنى الشباب على الإمكانات الكبيرة التي يملكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على الاستفسارات بشكل احترافي وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التي تبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، وحرصه على أن تكون دقيقة وذات بعد وطني. دخلنا الاستديو وشفنا ازاي بيتم انتاج المواد الاعلاميه الخاصه بالقطاع، بتنتج على مستوى عالي جدا من الجوده الاعلاميه، سواء على مستوى الصوت او على مستوى التصوير او على مستوى المحتوى. في هنا تقنيات مختلفه كبيره جدا، في اجهزه مجهزه باحدث التقنيات، وده اللي بيخلي المركز دايما في افضل صوره طول الوقت. في جهود انا بصراحه انبهرت بيها، تكنولوجيا الاستوديو بتاع المكان مجهز باكمل وجه. طريقة التقديم مش طريقة تقديم معلومات قد ما هي فعلا مكان، يعني فيلم ممكن تستمتع بيه ممكن تشوفه. زيارات تؤكد على الريادة المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني والرغبة في التواصل المجتمعي الذي يحقق الاستفادة لهؤلاء الشباب ويطلعهم على الإمكانات الأمنية المصرية المتطورة التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. زيارات متتالية يستقبلها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع على المنظومة الإعلامية للوزارة والتي تسهم في الرد على الشائعات وإعداد مواد فيلمية متنوعة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية لإطلاع المجتمع على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية. عبد الله بركات،
التلفزيون المصري.